حينما جئنا كالحكومة صدمنا بالإرثي التقيل. وحينما نتحدث عن الإرثي التقيل للحكومة السابقة فلا أحد في هذا البلد يمكن أن يمنعنا من ذلك. ليس كلما تحدثنا عن الماضي قامت الدنيا وقامت الصحافة معينة كما قامت جهات سياسية معينة بشتمنا ونقدنا لأننا تحدثنا عن ماضينا. أولا التجربة الحكومية السابقة هي تجربة للمغاربة جميعا بسلبياتها وإيجابياتها، لأننا نحن نشكل الديمومة والاستمرارية، ولا يمكننا أن نقول أن هذه التجربة نحن معها أو ضدها. حينما تمر تجربة تصبح إرثا للمغاربة جميعا بأخطائها بسلبياتها أو بإيجابياتها، ونحن نتعامل معها كذلك. وحينما ننتقدها فلأننا لا نريد أن نكرر أخطائها، لذلك نحن لا نحقد على أحد ولا نستغل أحد ولا نحاول توظيف سلبيات أحد، لأن من المنجزات ما يكفينا حتى ننسى الآخرين، ولكننا كذلك نريد أن نستعمل تاريخ المغرب وتاريخ التجربة السياسية في المغرب حتى نتجاوز الأخطاء ولا نقع في نفس التكرار في تكرار نفس الأخطاء التي سقط فيه الآخرين. في الحقيقة نحن التقينا في الحكومة مع سنتين من الكوفيد وما ترتب عن ذلك على المستوى الاقتصادي، ثم جاءت الحرب كما سمعنا، ثم سنتين من الجفاف إلى غير ذلك، ثم اختلط هذا كله، وأقولها مرة أخرى ويمكن أن يشتموا وينتقدوا، بالإرث تدبير الحكومة السابقة. لن أكون انتقائيا وأقول بعض الوزراء من الحكومة السابقة ولكن لها إرثها، ولكل حكومة إرثها، فيها الإيجابي وفيها السلبي. ما يهمنا ونأخذ منها الإيجابي وأن نقيم السلبي وننتقد حتى لا نسقط فيه. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.